مش انتوا من كام يوم حصلت يعني موجة كبيرة جدا على الصندوق الاستثماري بتاع قناة السويس؟ طب اقول لكم بقى، ده بالله العظيم ده حاجة، ده حلم، انا صادق ان شاء الله، بس الناس من الناس لازم تعرف الحكاية. لما جه الفريق أسامة في 2019 بقول له قول لي اخبار عندك اموال ايه؟ قال لي لا انا معيش، ما عنديش حاجه. قلت له يعني انت لما تيجي تعمل مشروع لقناه السويس لتطويرها هتعمل ايه؟ فقال لي يعني هروح لوزاره الماليه. ولا بأس، وده النظام. قلت له انا عايز اقول لك على حاجه، في البلاد اللي زي حالتنا اللي ظروفها الاقتصاديه ما تستحملش الكلام ده، لازم يكون في اوعيه على جنب. والكلام ده انا عملته في وزاره الصحه، في دلوقتي 70 مليار يا دكتور. فين الدكتور خالد؟ في كام؟ 70 مليار. طب ليه عملت الصندوق ده في وزاره الصحه؟ عملته عشان التامين الصحي. طب اسمعوا بقى، ما انتوا اللي بتستفزوني يا دكتور، مش كده؟ طيب انا عايز اقول لكم، لما جينا في الموضوع ده تحديدا، وهرجع تاني لموضوع هي قناه السويس، قلت لكم ايه؟ لو احنا قاعدين على الترابيزه قلنا لهم يا جماعه انتوا حاطين معايير واشتراطات للبرنامج، صح كده يا دكتور مصطفى؟ ان البرنامج ده انت الدوله هتعمل انفاق على الغير قادرين، صح يا دكتور خالد؟ يا فندم. فاحنا الموازنه بتقول ايه؟ ان احنا هنقدر ان شاء الله بالنظام اللي احنا عملناه ده واللي كتير قبل كده ما قدرتش تحققه لا في بلدنا ولا في بلاد اخرى ولا في بلاد اغنى مننا ما قدرتش. فاحنا كان النظام كان 15 سنه. طب معمول على ايه؟ على ان في قيمه الدوله هتدفعها لغير القادرين وقيمه الناس ايه؟ هي اللي هتتحملها من المشتركات. طيب وجينا ابتدينا نشتغل في رفع كفاءه المستشفيات في بورسعيد والخمس محافظات التانيين، صح كده؟ مظبوط يا فندم. فاحنا بنتكلم قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا بتحطوا افتراضات على ان الناس كلها ممكن تدفع، صح كده؟ تكون قادره على وحطيته نسبه، لكن عملته احتياطي لنسبه محتمله غير قادره؟ قالوا يا دكتور لا. قلت لهم ما ينفعش، لازم يكون عندكم صندوق فيه رقم يتزايد وتجيبوا له موارد، عشان لما نيجي نخش على انتوا خدتوا محافظه بورسعيد كعنوان، مش كده؟ طب انتوا في محافظات اخرى ظروفها ايه؟ اصعب، مختلفه اصعب. فانت ممكن تقول لي طب النتيجه اللي هو التجربه بتاعتكم اللي عملتوها في بورسعيد مش هتبقى 100%، صح يا دكتور خالد؟ صح، في تطبيقها على محافظات كثيفه الاعداد. فقلنا لازم يكون عندنا صندوق نحط فيه اموال ونعززه وندعمه من مصادر اخرى، بحيث لو دخلنا على محافظه طبقا للمعايير والحسابات الاكتواريه اللي اتعملت في وزاره، في المختصين عملوها للبرنامج، لما تقل اخد منين؟ من الصندوق. فالفكره دي قد تكون في دول تانية متقدمه عننا واغنى مننا ما تعملهاش. ليه؟ عندهم وزن تقدر تغطي تغطي، ثم مواطنيه اغنى مننا. يعني ايه مواطنيه اغنى مننا؟ هو المواطن اللي بياخد 3000 و4000 و5000 و10000 هو ده مواطن؟ هتقول لي انت بتقول كده وانت مسؤول؟ ايوه انا مسؤول، وعشان كده بشرح بقول ما اقدرش. المواطن بتاعي لسه لازم اول املاله جيبه بايه؟ بشغل، بوقت كتير وجهد كتير هنعمله يا دكتور مصطفى. فارجع تاني للدكتور خالد، فقلنا نعمل الصندوق ده. فانا النهارده الصندوق ده فيه كام؟ 70 مليار. وهم بيعرضوا عليا من كام يوم قال لي لو ما خدناش بالنا، مش كده يا دكتور؟ مش كده يا دكتور مصطفى؟ قال لي ممكن في خلال كام سنه؟ 27 28 الفلوس اللي فيه ايه؟ تروح كلها. ايه؟ تروح كلها. علي صوتك. تروح كلها. قلت له لا 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 لا، غير مقبول ان الفلوس لازم الصندوق يكبر ويزيد. طيب يعني مش عارف لو دخلت على النقطه دي المهمه، هو من غير ما اجيب اسماء مستشفيات، كان في مستشفى بتفتح من سنتين كده، جمعيه اهليه عاملاها، وجمعيه وكل الجمعيات الاهليه محترمه جدا كلها. فبيقول فسالت اللي هو المسؤول عنها بالتليفون،
قلت له عندك رياعة اللي يساوي تكلفة العلاج؟ إيهاب أنا موقفة كده كتير. لا تعتمد. طب معلش. تعتمد. ما هي فرصة بقى. تمام. فقلت له عندك فرصة إنك أنت يبقى عندك ريع ثابت مش مرتبط بتبرعات الناس لاسترفع المستشفى؟ قال لي لا. قلت له أنت ماشي فيه ده غلط. اللي أنت ماشي ده في إيه؟ غلط. قال لي إزاي؟ قلت له كده. أنت ما بتعملش النهارده بمسار منتظم على فرضية غير إيه؟ منتظمة. غير منتظمة. الفرضية اللي غير منتظمة إيه؟ ليها تبرعات الناس، ممكن تزيد وممكن تقل. لكن اللي أنت لو أنت جيت قلت المستشفى دي هتتكلف في السنة 20 مليون جنيه، يبقى ال 20 مليون جنيه دول في رقم في البنك مربوط يجيب لي ال 20 مليون جنيه، يبقى في استقرار للعلاج بتاع الإيه؟ المواطنين. المستشفى. لو ما عملتش كده هيبقى في مشكله، او تاخد جزء من الناس. قال لي لا، الجزء من الناس ما اقدرش اخد. ما اقدرش يا دكتور؟ ما اقدرش اخد. طيب خلاص. وبعدين احنا كمل، وبعدين بكلمه من فتره كده بقول له اخبارك ايه؟ قال لي لا، ده انا الظروف ابتدت يعني. قلت له تبرعات قلت؟ قال لي لا، التبرعات ما قلتش، لكن حجم الطلب يا دكتور خالد ايه؟ زاد، والتكلفه زاد. زادت. وانت ما تقدرش تقول لحد جاي انا ما اقدرش ايه؟ ما عليكش، ما اقدرش ما عليكش، ده مستشفى لجمعيه وحاجه خيريه جدا. انا بقول ده عشان اربط بين الكلام ده كله وبين مسار انا تصورت مع زمايلي انه فرصه لايجاد حلول بعيد عن موازنه الدوله ودون التاثير عليها. وهجيب مثال قلت لكم عليه قبل كده، لما جيت كلمت الدكتور مصطفى هو وزير الاسكان في اول يوم يعرض عليا، وكان رئيس الوزراء في الوقت ده الدكتور محب ربنا يديله الصحه. فبقول له يا دكتور مصطفى عندك ايه؟ عندك فلوس؟ فقال لي 750 مليون جنيه. قلت له ايه؟ قال لي 750 مليون جنيه. قلت له يا دكتور مصطفى ده انا ما سمعتش. والله صحيح النهارده بالمسار اللي احنا مشينا فيه الدكتور مصطفى الصندوق بتاعه هقول ولا نص تريليون جنيه. واحد يقول لي طب ما تدوهم لنا خالد ايه نستخدمه احنا ناكل ايه؟ هو ده اللي خرب البلد دي، هو اللي خرب البلد دي. ايه؟ طب ادوهم لنا. مفيش ادوهم لنا، يفضل المسار ده ناجح واعمل مسار جنبه ناجح واعمل مسار وزاره الصحه ناجح. يبقى ان انا الهدف والاسس اللي احنا حطينا فيها نجاح وزاره الصحه في البرنامج التامين الصحي تنجح ولا ما تنجحش؟ تنجح. تنجح. ما يتقالش ان موارد الدوله المصريه لم تستطع ان تلبي البرنامج، انا غلطان؟ يجي بقى عليك انت، اتفضل استريح.